طبعا الفئة ده كويسة، اسمها كلهم أكس ومجانية، واللي عاملها مهندس محمد سالم. اللي ده عبارة عن إيه؟ أنت عايز تنزل ال كولوم بتاعك، بس ما ينزلش في النص بالظبط. لا، أنت عايز تقول له إيه، نزل لي مثلا 10 سنتي هنا من التقاء العمود، تمام؟ يعني أنت مش عايز تنزله مثلا من النص. لا، بص، هو هيقول لك مثلا سيب 10 سنتي من هنا، سيب 10 سنتي من هنا. فدي بدل ما كنت تاخد تنزل العمود بعد كده تبدا تزيح، لا، دي بتتيح لك ان انت تنزلها من اي جزء انت عايزه، مثلا من الناحيه دي، من الناحيه دي. عايز اختار نوع الدايمنشن ستايل اللي انت عايزه، وهو يكتب لك الابعاد بالظبط على العمود. فدي اداه جميله بتوفر الوقت بالذات لمهندس الانشائي. في برامج مثلا زي الارك كاد كان بيدينا برضو حاجه قريبه من كده، ان انا اختار هنزل العمود مثلا من النقطه، انا نقطه من مش من النص، ممكن تنزلها من هنا، من هنا، من هنا، من هنا. هنا بيديني المسافه اللي انا عايز ازيحها قد ايه بالظبط. فهي ده ظريفه ومجانيه. والمبرمج مهندس محمد سليم، هتلاقي الرابط بتاع صفحه اللينكد ان بتاعه، هو عامل 3 برامج.